معرض وصحافة من قناة الشروق الإخبارية. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. نستهل هذه الجولة مشاهدينا بين عناوين الصحف الوطنية العربية والأجنبية الصادرة بتاريخ اليوم بالصحافة الوطنية، وفي مستهلها الصفحة الأولى من يومية الشروق والتي خصصت صدر صفحتها الأولى كما هو جاري منذ أزيد من 130 يوما للوضع بقطاع غزة. وفيما يخص مشاهدينا وضع المقاومة، حماس اخترقت أسرار جيش الاحتلال، وتطالعون في عناوين فرعية في ذات السياق: المقاومة توقع والاحتلال في كمين محكم، وحكومة نتنياهو تضلل الصهاينة بوهم الانتصار الساحق. في عنوان آخر: جنود الاحتلال ينهبون ملايين الدولارات من بنك فلسطيني. اقتصاديا يمكنكم الاطلاع على هذا العنوان الرئيسي: أسواق السيارات المستعملة السماسرة تحت الحصار. على رأس الصفحة الأولى رياضيا: بالماضي يصرح أموالي كاملة أو اللجوء إلى الفيفا. في تفاصيل يومية الشروق اخترنا لكم هذا المقال ويمكنكم الاطلاع على ما يلي: 9 محظورات في الإنتاج السينمائي ورخص مسبقة قبل التصوير، حيث أدرجت لجنة الاتصال والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات جديدة على مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية المنتظر عرضه على نواب الغرفة السفلى للبرلمان بداية من 20 من شهر فبراير الجارية. تضمنت 9 خطوط حمراء يمكن على ممارسي نشاطات الإنتاج والتصوير والتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية في الجزائر المس بها تحت ذريعة الحرية والإبداع الفنية، أو يمنع عفوا أقول على ممارسي نشاطات الإنتاج والتصوير المس بها تحت ذريعة الحرية والإبداع الفنية. وعدلت اللجنة في تقريرها التمهيدي الذي طلعت عليها الشروق نص المادة الرابعة من مشروع القانون الجديد بإضافة نقاط جديدة تلزم الراغبين في ممارسة إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية باحترامها، على رأسها الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية والقيم والثبات الوطنية والدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، إضافة إلى احترام الأديان الأخرى والسيادة الوطنية والوحدة الترابية والمصالح العليا للأمة، بالإضافة إلى احترام كرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية. اخترنا لكم مقالا آخر وتطالعون فيه ما يلي: دائما ضمن يومية الشروق يرتقب أن يصدر القرار الجديد الخاص بمعايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى وتحسين المستوى في الخارج قريبا، بعد مناقشة مقترحات الشركاء الاجتماعيين ودراستها من قبل الوصاية للوصول إلى صيغة توافقية ومعايير جديدة مواكبة للتطورات الحاصلة في القطاع. اخترنا لكم أيضا الصفحة الأولى من يومية الخبر وتطالعون فيها عديد العناوين الرئيسية: تفجيرات فرنسا النووية جريمة لا تنسى. تطالعون أيضا مشاهدينا: السولد كذبة يصدقها الزبون، وعناوين فرعية ضمن هذه الافتتاحية: هذا ما تقوم به البنوك في تسيير الحسابات في عنوان هامشية، بالماضي يختار العقد المالي على المعنوي، وعناوين أخرى تعود إليها اليومية. اخترنا لكم أيضا أبرز العناوين التي جاءت بها يومية المساء وتطالعون. إذن تطالعون ضمن يومية المساء: دعم مالي وبشري لوكالة الفضاء، رصد الكفاءات ذات الاختصاص العالي والدقيق، وتجنيد خارجي معاهد التعليم العالي للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي في عنوان فرعي. في عناوين أخرى: آلية جديدة لاستيعاب سوق العمل لخارجي الجامعات، وعلى رأس الصفحة الأولى: الرئيس الموريتاني في زيارة إلى الجزائر قريبا. في عناوين أخرى مشاهدينا تطرقت اليومية رأس صفحتها الأولى في عنوان هامشية:
للوضع بقطاع غزة وعنونت العدوان الصهيوني على رفح جريمة ضد الإنسانية، وهذا ما جاء على لسان ممثل حماس بالجزائر يوسف حمدان. تطالعون أيضا البنك العالمي يشيد بالنمو الاقتصادي للجزائر، والتفاصيل في الصفحة الخامسة. اخترنا لكم مشاهدينا مقالا ضمن يومية المساء، وجاء مشاهدينا معنون كالتالي: رواق أخضر بمراكز كناس لمرضى السرطان، حيث باشر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كناس أمس عملية إصدار بطاقات الشفاء لفائدة مرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي التزم بضمان التكفل التام بهذه الفئة على مستوى المشافي، مع توفير أدوية العلاج الخارجي في الصيدليات، حيث يستبشر المرضى خيرا بهذه القرارات التي أثلجت صدورهم ووضعت حدا لمعاناة طويلة. الموعد اليومي حاضرة بمعرض الصحافة، وتطالعون في صفحتها الأولى: الفلسطينيون بمثابة رأس الحربة في الدفاع عن الأمة العربية، هذا ما أكده سفير فلسطين بالجزائر، والذي قال بأن الذين وفروا الغطاء للكيان يتحملون مسؤولية دماء الفلسطينيين. المعركة مع الاحتلال معركة وجود والمستقبل للفلسطينيين فقط، ضمن تصريحات السفيرة. وتطالعون أيضا: السفير يؤكد على زوال الكيان وبأن الشعب الفلسطيني سيبقى في أرضه. في السياق دائما استهداف مدينة رفح يعد هجوما بربريا. تطالعون مشاهدينا أسفل الصفحة الأولى فيما يخص تفجيرات رقان، تكتب اليومية: محرقة نووية في حق الشعب الجزائري. والمقاومة ترفض التفاوض مع الكيان الصهيوني تحت الضغط العسكري فيما يخص دائما الوضع بقطاع غزة. رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييما للوكالة الفضائية الجزائرية على رأس صفحة الأولى. والحكومة تتطرق إلى أنجع المقاربات لمعالجة استيعاب خارجي الجامعات في سوق العمل مستقبلا. في التفاصيل يأتيكم هذا المقال، ويمكنكم الاطلاع على ما يلي: المقاومة ترفض التفاوض مع الكيان الصهيوني تحت الضغط العسكري، حيث جدد ممثل حركة حماس الفلسطينية بالجزائر يوسف حمدان رفض المقاومة التفاوض مع الكيان الصهيوني تحت الضغط العسكري، مبرزا أن الهجوم على رفح يضع ورقة التفاهم المقترحة في باريس وملاحظات الحركة بشأنها في مهب الريح. وأوضح يوسف حمدان أن هذه العملية العسكرية تأتي عكس رغبة كل الأطراف الدولية للتوصل إلى اتفاق لحل الوضع. مشاهدين تفاصيل أوفى حول تصريحات يوسف حمدان ضمن يومية المشوار السياسي. فيما يخص الصحافة العربية فاخترنا لكم، أو دائما فيما يخص الصحافة الوطنية تطالعون: إبادة جماعية جديدة في رفح فيما يخص استمرار العدوان الصهيوني على المنطقة منذ يومين. وتطالعون مشاهدينا: الجيش حقق قفزة نوعية في السلاح المتعمدية. تطالعون أيضا مشاهدينا: تخفيضات هامة في تذاكر النقل البحري في رمضان، ورئيس الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الموريتاني. تطرقت اليومية في عنوان هامشي لأهم مخرجات اجتماع الحكومة، وفي تفاصيل هذا العنوان تطالعون في هذا المقال الذي اخترناه لكم: ترأس الوزير الأول نذير العرباوي أمس الاثنين اجتماعا للحكومة خصصا للاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وترأس الوزير الأول نذير العرباوي أمس الاثنين اجتماعا للحكومة خصص للاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بقطاعي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، ودراسة أنجع المقاربات لمعالجة إشكالية استيعاب خارجي الجامعات ذوي التأهيل العالي في سوق العمل مستقبلا. في الصحافة العربية تطالعون مشاهدينا هذه العناوين: عفوا، وفي القدس العربية مذبحة إسرائيلية في رفح ومئة شهيد وتدمير منازل ومساجد.
عفوا، أما في الصحافة الأجنبية فعادت مشاهدين يومية لوفيغارو الفرنسية والحاضرة بمعرض الصحافة في عنوان رئيسي إلى الضغط الذي تمارسه النقابات الزراعية بفرنسا على الوزير الأول الفرنسي منذ أسابيع من خلال المظاهرات والاحتجاجات المتكررة. وبهذا نختم معرض الصحافة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم غدا بحول الله. يلا، ما هي الأطر والقوانين التي تنظم عرض وبيع الخضر والفواكه في القانون الجزائري؟ نعم، عند الحديث عن موضوع اليوم هو موضوع مهم جدا كسابقه من مواضيع، اليوم نحن نتحدث عن أحد المواضيع التي تمس المستهلك مباشرة في غذائه، بمعنى أننا نتكلم على الأمن الصحي والأمن الغذائي للمستهلك من خلال موضوع أو جزء من مواضيعه، وهو موضوع عرض الخضر والفواكه الطازجة. بحكم أننا هو استعمال يومي للمستهلكين بالنزول إلى الأسواق لاقتناء وشراء الخضر والفواكه الطازجة، لذلك يجب التنويه إلى بعض الأمور التي هي موجودة في حياتنا لكن يجب أن نذكر أنفسنا والمستهلكين بوجودها، وهو قرار وزاري صادر في 8 جانفي لعام 1994، بمعنى أن هذا الأمر منظم منذ سنوات وسنوات. نعم. لكن لا ضير بأن نرجع ونذكر به أنفسنا كمستهلكين لكي نكون واعين ويقظين. هذه هي رسالتنا، التجار. هذه رسالتنا الأولى، ورسالتنا الثانية هي أيضا للفلاحين والتجار على حد سواء، لكي نكون سوية في خدمة هذا المجتمع وفي خدمة المستهلك والوصول إلى صحة مستدامة. نعم. للمستهلكين، لأن حتى التاجر وعائلته والفلاح وعائلته هم أيضا مستهلكون، خاصة أنه هذا النظام أو هذا القانون مهم جدا في ظل الارتفاع المحسوس في أسعار الخضر والفواكه. نعم. مؤخرا، أليس كذلك؟ نعم، بطبيعة الحال عندما يعني نتكلم عن آلية العرض نحن نتكلم عن النوعية والكيفية، لكن فيما يتعلق أيضا في الأسعار يجب أن يكون هناك مراعاة للقدرة الشرائية للمستهلك. صحيح. يجب أن يكون هناك مراعاة للظروف الحالية من ارتفاع عالمي لبعض المنتوجات. نعم. لذلك يجب أن يكون الأمور متجانسة وأن تمشي مع بعضها البعض لكي نصل إلى ما بعضنا ما بعض إلى واقع يرضي الجميع على حد سواء، سواء التاجر والفلاح من جهة أو المستهلكين من جهة أخرى. لكن بالعودة إلى موضوعنا اليوم هو آلية العرض بحد ذاتها وكيفية العرض، وهو كما أسلفنا بالذكر وهو القرار الوزاري الصادر بتاريخ 8 جانفي لعام 1994، يعني عنده أكثر من 20 سنة. نعم، بطبيعة الحال الذي نظم آلية عرض مختلف الفواكه والخضر الطازجة بصفة عامة، وكذلك خصص في ملحق هذا القرار بعض الجداول التي تنص مباشرة على بعض المعايير الخاصة في بعض الأنواع من الخضر والفواكه. اليوم هي رسالتنا كما أسلفت، هي رسالة موجهة إلى المستهلك بأن يكون واعيا ويقظا بحقوقه، هذا ما نسعى إليه من خلال تنشئة جيل واعي ويقظ وعارف بقوانينه والحقوق التي أقرها له القانون. ومن جهة ثانية وهي الأهم، هي رسالة موجهة أيضا من خلالكم، وهي القناة الإعلامية التي كان لها أثر في الواقع في كثير من الحصص التي وجدنا بطبيعة الحال أثرها في الواقع. يعني إذا سمحت لي في ريال أن نفتح قوس في الحصة السابقة أسبوع الفاضل عندما تكلمنا عن فرض معايير خاصة لبعض المنتوجات المصنعة، مباشرة كان هناك تحرك من خلال وزارة الصحة. نعم، يعني وزارة الصحة لفرض. نعم. بعض القوانين والمعايير على المشروبات الغازية للحفاظ على صحة المواطن، وهو نعم على نفس السياق أيضا، يعني أنتم مشكورين بهذا السياق، وهو عمل جماعي ومشترك ما بيننا. شكرا. كمجتمع مدني وجهات إعلامية. نعم. لكي نوصل هذه الرسالة إلى الجهات المختصة. نعم، أريد الإشارة إلى أنه أيضا قبل سنة من اليوم كنا تطرقنا الموضوع كواشف أحد أكسيد. نعم. الكربون في الأسطول مع فادي تامين. نعم. ولأكد لأنه هذا الموضوع طرح منذ سنوات على الجهات الوصية لكن لم يجسد على أرض الواقع،
يعني فورها مباشرة تقريبا يومين أو ثلاث أيام. نعم. يعني اصدر القرار. كنا سعداء جدا، كنا تحدثنا عن الموضوع مع فادي وقال هذا هو دور الإعلام، هو تسليط الضوء على هكذا مقترحات مهمة جدا وتهم حياة المواطن وصحة المواطن، تهم أيضا القدرة الشرائية للمواطنين كما هو الحال اليوم. حتى إذا ما جئنا بعملية بسيطة في ريال، أنه منظمة حماية المستهلك والجمعيات هي مجتمع مدني، ليس لديها سلطة رقابية وسلطة إصدار قرار، لكن لديها سلطة تأثير من خلال إيصال رسائل وتقديم مقترحات إلى الجهات الوصية، سواء مباشرة أو حتى من خلال قنوات الإعلامية. نعم. كما هو الحال مع قناة الشروق المشكورة، أكرر ذلك أنها دائما تقف على مقترحات المنظمة الجزائرية وتوصلها من خلال قناتها وشاشاتها إلى كافة المستهلكين. أكيد. والجهات الوصية. يلا دقيقتين قبل الموجز الإخباري، قبل ما نفصله في. نعم. هذا القوانين أحمد زيد، خلينا نتعرفوا على هذا الشوائب الزائدة وشنو هي الخضر والفواكه المعنية. نعم يعني. بطبيعة الحال هو كل الخضر والفواكه الطازجة المعروضة في الأسواق هي معنية. نعم. بهذا القرار الوزاري، ببساطة البسباس، الشيفلور، البصل. نحن نقدمه مثال ونتفصلوا. نعم. في بعض الموجز. نعم. إن شاء الله هو. نعم. مثال يعني شائع وظاهر ومعروف لدى الجميع، وسبق أن تناولناه في كثير من الحصص الإعلامية. مهم. وهو ما يعرف بالقرنون. القرنون. نعم. نعم. بطبيعة الحال كثير من العائلة الجزائرية يقتنون هذا النوع من الخضر وفي منازلهم ويقومون بإعداد العديد من الأطباق بموجبه. صحيح. لذلك أردت أن أسلط الضوء عليه اليوم من باب أنه هو المعيار أو المثال الأبلغ في تقديم هذا المعنى من الأساليب السليمة والقانونية لعرض الخضر والفواكه الطازجة. أنه كثير من للأسف الشديد من الفلاحين، نبدأ من المزرعة، كثير من الفلاحين يقومون ببيعه لتجار الجملة بسيقان طويلة جدا لا تحترم هذا المعايير. الآن بعد الموجز إن شاء الله سوف نتكلم على ما هو المعيار أو الحجم الذي يجب أن. نعم. تباع فيه. أيضا كما هو الحال أيضا مع البطاطا، تباع أيضا في صناديق بالأتربة الموجودة فيها. صحيح. هذه أيضا هناك معايير ونسب قانونية أقرها القانون. نعم. يجب مراعاتها، وهو الحال مع باقي الخضر والفواكه الطازجة. نعم. كنا قد قبل الموجز تطرقنا إلى أن بعض أعطينا بعض الأمثلة. نعم. حول الخضر والفواكه الموجودة في السوق، وأنه يجب هناك بعض المعايير الخاصة. نعم. بكل الأنواع الخضر والفواكه الطازجة، وقدمنا بعض أسماء الخضر والفواكه لكن في الأسواق. لكن قبل الذهاب إلى بعض الأمثلة الحية. نعم. والواقعة، نقول بأن هناك هذا القرار الوزاري الذي أعيد وأذكر به، وهو القرار الوزاري الصادر بالثامن من شهر جوانفي عام 1994، فيه مجموعة من المواد ما يقارب 22 مادة كلها تطرقت على المعايير السليمة لعرض الخضر والفواكه الطازجة. لكن ما بعض نستقي بعض هذه الأحكام ونقدمها. أكيد. للمستهلك، أولا من باب نشر المعلومة وهو التزام يقع على عاتقنا نحن كمنظمة جزائرية لحماية المستهلك، وثانيا لنشر جيل واعي ويقظ بحقوقه، خاصة جيل فئة مستهلكين واعية ويقظة بحقوقها الاستهلاكية وواجباتها أيضا، ومن جهة أخرى هي رسالة إلى إخواننا التجار والفلاحين الذين نأمل منهم أن يصل هذا الصوت، أن يصل صوتنا من خلالكم قناة الشروق إلى الجهات الوصية وإلى التجار والفلاحين. النقطة. نعم. الأولى التي نقولها بأن فيما يتعلق بالتغليف، نص القرار الوزاري على أن يتضمن الصندوق أو ما يقدم من خضر وفواكه من سواء من الفلاح إلى تاجر الجملة أو من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة يجب أن يحتوي على 12% تغليف، وذلك حفاظا على نوعية ونضج الفواكه والخضر الطازجة. هذا من جهة. من جهة ثانية، وهو للأسف الشديد ما نلاحظ عكسه تماما في الأسواق، وهو فيما يتعلق بأنه يجب أن يحتوي الصندوق أو ما يقدم من خضر وفواكه طازجة على نوع ومعيار متجانس كما هو الحال، ما هو ظاهر وما هو باطن. لكن للأسف الشديد نحن نرى أن مثلا على سبيل المثال الطماطم نرى في واجهة الصندوق الكاجو كما نقول احنا، يا واجهة حبة مليحة لكن. صحيح. في المضمون حاجة مختلفة تماما. لذلك القانون قد ألزم كل من هم في حلقة الاستهلاك من الفلاح وصولا إلى تاجر التجزئة عفوا بضرورة أن يكون ما يحتويه الصندوق أو ما يحتويه ما يوضع فيه الخضر والفواكه الطازجة على معيار متجانس من نفس النوع
ومن نفس النوعية. عندما نقول نأخذ مثال مثلا الطماطم ولا غيرها من الخضر والفواكه الطازجة، لكن بالعودة أيضا كذلك لنقدم أمثلة حول مثلا ما هو متعارف في السوق كما قلنا بالقرنون، أو يعني هو مثال واضح ونأخذه لأنه هو المعيار، المثال الأبلغ في التعبير عن ما هو مضمون هذا القرار. عندما تكلم عن مادة القرنون وهي من الخضر المستعملة في الأسواق أو تباع في الأسواق المستعملة في طهي العديد من الأطباق في على المائدة الجزائرية، لذلك نقول يعني في الساق في الأوراق الأوراق أو القرنون بحد ذاته ما يتم طهيه في المطابخ، لكن نرى الساق هنا عندنا بالرجوع إلى القانون خاصة الملاحق الموجودة في القانون، نرى بأنه قد ألزمنا القانون في كلا صنفي القانون أن لا يتجاوز طول الساق 10 سنتيمترات. عندما نتكلم على 10 سنتيمترات هي لا تتجاوز هذا الحجم ولا هذا الطول، لكن في الواقع للأسف الشديد نراها تقترب من نصف متر أو حتى في أحيانا المتر من الطول. هذا للأسف الشديد. هذا مثال. أيضا نشير إلى مثال آخر عندما نتكلم عن البطاطا المقدمة أيضا إلى المستهلكين، سواء بدءا من الفلاح وصولا إلى تاجر، مرورا بتاجر الجملة وتاجر نصف الجملة ووصولا إلى تاجر التجزئة، نرى بأن الصناديق معبأة بالأتربة بكميات كبيرة جدا، علما أنه القانون قد ألزم كل الأطراف السابقين الذكر بأن لا يتجاوز هذه الشوائب حجم 5% إلى 10% كحد أقصى من حجم المادة الاستهلاكية المقدمة سواء كان خضر أو فواكه. تكلفة تاعها للأسف الشديد راح يعوضها يعني التاجر على حساب الزبون كذلك المستهلك. لذلك هي كما قلت أن هذه أولا هذه حقوق للمستهلك يجب أن يكون واعيا بها. هذا فقط أمثلة، لا يمكن التطرق إلى كافة الأمثلة في هذه الحلقة وفي هذا السياق، لكن هذا القرار الوزاري منشور وموجود في الجريدة الرسمية، يمكن لكل المستهلكين الاطلاع عليه واطلاع على هذه المعايير، كما أنها أيضا متوفرة على صفحتنا الرسمية في المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه. وأذكر كذلك برقمنا القصير 33-11 ليمكن التواصل مع المنظمة للاستفسار عن هذه المعايير التي سوف يلقون الإجابة من طرف المختصين. لكن بالعودة أيضا إلى موضوعنا، قلت بأنها هي رسالة موجهة إلى إخواننا المستهلكين لتوعيتهم ولكي نكون جميعا معنيون في حقوقنا وواجباتنا، أيضا هي رسالة إلى إخواننا التجار والفلاحين. أقول هي رسالة إلى إخواننا التجار والفلاحين، بدأتها بحسن نية لكي تصل هذه الرسالة أيضا بحسن نية، لكن من أغماه ضميره عن تقديم الأمور الصحيحة عن الأمور الخاطئة وأغنته المادة عن ضميره وعن حقوق الآخرين هو غير معني في هذه الرسالة، لأنه هنا هي رسالة توجه إلى الجهات المختصة الرقابية إلى وزارة التجارة. وبالحديث عن الجهات الرقابية، ما دور الرقابة في هذه الحلقة؟ وهي الشق الثاني من هذه الحلقة الذي أردت أن الحديث عنه، وهو أولا لا نقول دور الرقابة قبل أن نبدأ بدورنا نحن، لأننا أيضا لدينا التزام نحن في المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، يبدأ من خلال هذه الحلقة وفعاليتنا في الميدان بتوعية المستهلكين بحقوقهم، وهو ما نقدمه من خلالكم وأنتم مشكورين مجددا على هذا الأمر. كذلك دورنا أيضا في توعية والتحسيس في الميدان الذي لا نبخل على إخواننا المستهلكين بهذه المعلومات، وكذلك نصل إلى دور الجهات الرقابية من خلال إيصال مقترحاتنا ورسائلنا ومراسلاتنا إلى الجهات الرقابية. الآن من خلالكم يعني نتمنى بأن يكون هذا الفيديو يصل إلى الجهات الرقابية لكي نفعل جهاز الرقابة. نحن على علم ولا نلقي اللوم، لكننا على علم بأن عدد أفراد الرقابة وأعوان الرقابة في مدة التجارة لا يكفي لتغطية كامل الحجم الجغرافي، لكن هذا الأمر لا يعني بأننا لا نفرض رقابة إضافية على أولا بدءا من الفلاح ووصولا إلى تجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة. يجب فرض رقابة إضافية، نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، يجب أن تتوفر هذه السلع بالنوعية والمعايير المقررة قانونا، لأن ما يقدم هو مخالف للقانون
للأسف الشديد، لا نقول في جله لكن في بعضه. يعني كمنظمة هذا وش وقفتوا عليه؟ يعني نعم بطبيعة الحال ميدانيا هذه رسائل ومشاهد واقعية يشاهدها المواطن كما نشاهدها نحن، كما يشاهدها أي فرد آخر، حتى أعوان الرقابة وموظفي مديرية التجارة يشاهدونا. لذلك هي رسالتنا اليوم أنه يجب تكثيف الرقابة لكي نصل إلى المعايير المنصوص عليها في هذا القانون. نحن لا نلقي اللوم، ما هدفنا هو تنسيق الجهود، يجب أن تتضافر الجهود وتتنسق الجهود ما بين بعضنا البعض لكي نصل إلى غايتنا وهي تطبيق هذه المعايير. أولا الحفاظ على طعام سليم وصحة جيدة صحيح. إلى المستهلكين، ما لا نعطيه اهتمام من خلال بعض الشوائب المتواجدة في بعض الخضر والفواكه الطازجة وبعض المبيدات. أيضا هذا القرار الوزاري قد أشار إلى أن المناطق المسقية أو التي بالقرب من المناطق المسقية عزكم الله بالمياه القذرة لا يمكن أن تأخذ هذه المواد الخضر والفواكه الطازجة إلى الاستهلاك. يعني قال في المادة الثانية من هذا القرار الوزاري، قال حيازتها وبيعها حتى وصولها إلى المستهلك تخضع إلى أحكام هذا القرار الوزاري. لذلك يجب مراعاة هذه السلسلة كاملة منذ بدايتها حتى نهايتها، أي وصولها إلى المستهلك، لأن الغاية والهدف من هذا القرار الوزاري هو الوصول إلى طعام آمن وسليم للمستهلكين وهو ما يعرف بالأمن الغذائي. نعم، في هذه السلسلة تحدثنا عن الجهات الرقابية، عن دور المجتمع المدني، نتحدث أيضا عن دور المستهلك أيضا. نعم. يعني في التبليغ عن هذه التجاوزات بطبيعة الحال كذلك. ثقافة التبليغ هي ثقافة، تصلكم رسائل في هذا الخصوص؟ بطبيعة الحال ثقافة التبليغ هي ثقافة واعية وحديثة قد انتشرت أيضا في المجتمع الجزائري، وهو ما نلاحظه حقيقة وفعلا في المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، من خلال تواصل المستهلكين معنا عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الرقم القصير الخاص بالمنظمة، من خلال تقديم شكاوى حول هذا الأمر، وهو يعني ما خاصة يعني ما قدمناه في البداية من مثال واضح وبليغ لمعروف في السوق وهو مادة القرنون وغيرها من المواد، خاصة كذلك البطاطا والطماطم وغيرها التي تباع وفقا لمعايير تتنافى تماما مع ما جاء به القرار الوزاري الصادر في 8 جون في عام 1994. لذلك دور المنظمة كان باستقبال هذه المراسلات وهذه الشكاوى ومحاولة التوسط ما بين المستهلك وسواء التاجر، أو كذلك تقديم بلاغات إلى الجهات المعنية سواء ممثلة بوزارة الفلاحة أو وزارة التجارة للتقليل من هذه السلوكيات المنافية لأحكام هذا القرار الوزاري، للوصول سوية إلى طعام وخضر وفواكه طازجة سليمة وآمنة للمستهلكين. يعني هي تأكيد أيضا على سياسة التبليغ، يجب أن يكون المستهلك واعيا ويقظا. نحن نعلم بأن الكثير من العائلات يعني قد لا تصل إلى مستويات كبيرة من القدرة الشرائية، وبالتالي ينجر نحو شراء هذه الخضر والفواكه المنافية في معاييرها مع قرار الوزاري، لكن صحتنا وأمننا وغذاؤنا الآمن والسليم في كفة ومستوى والنقود وكما نقول اليوم في 2000 في الكفة أخرى. نعم اليوم في 2024 هل هذا المواد التي جاء بها هذا القرار الوزاري تحتاج الى تحيل؟ بطبيعه الحال يعني انت بتتكلم عن عام 2024، نتكلم يعني قرار عمره 20 سنة. بطبيعه الحال نتكلم على تغييرات يعني في الواقع في المجتمع الجزائري، هناك بعض المواد الغير مدرجه في القرار الوزاري يجب أن تدرج في القرار الوزاري، هناك بعض المعايير التي يجب إعادة النظر فيها من خلال الأسمدة والمبيدات وغيرها المتوفرة في هذا القرار الوزاري. لذلك المنظمة على أهبة الاستعداد للتواصل مع الجهات المعنية ولتقديم مقترحات في هذا السياق. نعم يلا، التفاعل كبير مع هذا الموضوع. نعم. على بأس أن نستقبل مكالمة هاتفية والمتصل تاجر. صباح الخير. صباح الخير للأخ، مرحبا بك معنا. شكرا. يلا عندك سؤال في الموضوع ولا حبيت تشاركنا التجربة تاعك كتاجر؟ أنا بتفكر أني خبرت بيع فزلكة. نعم نعم، انا راني بسيفتي خبر تجزئة. نعم مرحبا بك. ثم راني هنا درك راهي يهضر على شنو، على بيع الخضر كما القرنون و بالشوائب نتاعها، لكن هنا راهو كاين ثمن. اسمعي فيا الاخت. نعم انا نسمعو فيك، تفضل.
ها حنا راه كاين الثمن، الثمن تاع الخضر هو اللي يعطي اكبر الهام. درك اذا نقولوا مثلا انا راني خضر بالتجزئه، هو المشكل الاصلي والاساسي هو يرجع للفلاح، مش ولا للبيع بالجمله ولا البيع بالتجزئه. لكن هو راه كاين ثمن، والثمن تاع البضاعه كما نقولوا اذا كانت راح كما القرنون، ولا اذا كاين قرنون نوع جيد قرنون نوع جيد راح يكون 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 ثمن مثلا نقولوا ب 20 دينار، واذا كاين مثلا نوع اخر راح يكون تسمو مثلا ب 10 دنانير. واذا كان زيد هالشوائب هذه راح تكون ثاني ثمن، الثمن راه يلعب دور، والشوائب هذه ما تعتبرش يعني مثلا كما نقولوا في القرنون، ولا في ممكن تعتبر حتى حمايه شو للبضاعه كما نقول. نعم، لكن انت كتاجر تجزئه ربما هل تطالب يعني نعم. تجار الجمله بالتخلص من هذه الشوائب باش هكذا السعر اللي يلحق لك يكون معقول، وتقدر تعرض السلعه تاعك على المستهلكين ايضا باسعار معقوله على الاقل. السلع نعم هي اولا الثمن المعقول ولا السعر المعقول راهو الثمن المعقول ولا السعر المعقول راهو يتبع البضاعه اللي راح تشريها، راح المعيار تاع يرجع للمعيار تاع على البضاعه كما نقولوا. ما عندناش كما نقولوا ما عندناش معيار يعني محدد انه مثلا نقولوا الى البضاعه شي مثلا نقولوا بثمن راح تدي مثلا الربح نتاعك الربح على اساس معيار هو على اساس بيزنس. أكيد. قاعد معنا عندك سؤال أحمد. نعم زيد. يعني صباحك سعيد أخي إذا كنت تسمعني، يعني سؤال فقط بما أنك أنت أيضا تاجر تجزئة وفي الخضر بالتجزئة. نعم تاجر تجزئة في الخضر والفواكه، لكن هو الأصل يرجع إلى الفلاح. نعم سؤالي لك لكي تتضح الصورة، أنتم شركاؤنا وأنتم من خلالكم ومن خلال إخواننا كذلك الفلاحين وكذلك الجهات الإعلامية نصل جميعا بالفكرة الصحيحة والواضحة إلى المستهلك. سؤالي نعم. هو فيما يتعلق نأخذ مثال فقط مادة القرنون، عندما تكلم على ساق يصل طوله إلى 40 ولا 50 سنتيمتر في حين أن القانون أو القرار الوزاري قد أقره ب 10 سنتيمتر، هل سوف يكون هناك فرق بالنسبة لكم أنتم كتجار تجزئة، وكذلك بطبيعة الحال سوف ينعكس الأمر بالنسبة للمستهلكين؟ هو إذا كان الأمر يرجع إلى الفلاح. نعم إذا التزم الفلاح بالمعايير المنصوص عليها في القانون عندما يكون الساق بطول 10 سنتيمتر للحفاظ كما قلت، وهي معلومة أيضا جيدة للحفاظ على مادة القانون، يجب أن يكون كما أسلف القرار الوزاري ب 10 سنتيمتر، إذا التزم نعم. الفلاح بهذا الأمر هل سوف يكون هناك فائدة بالنسبة لكم أنتم تجار تجزئة وبالمقابل أيضا للمستهلكين؟ إذا كان تاجر التجزئة يقدر أنه يزيد يعاود من بعد أنه يقص إلى يقص كما نقولوا الشيء هذا يقص يرد إلى 10 سنتيم. نعم. هنا راح يزيد ثمن. هو راه كان مثل يقول لك زايد في الطول نقص في العرض، يعني اذا كان 10 سنتيم 10 سنتيم راح يزيد الثمن، واذا بقى في الطول نتاعو راح يقعد شو اسمه راح يقعد نفس الثمن، يعني زايد في الطول نقص في العرض كما يقول المثل الشعبي المعروف. نعم. هنا كاين الثمن هو اللي يتحكم في الامر هذا اللي تحكي. كاين ثاني نوعيه الخضر، كاين نوعيه جيده، كاين ثاني نوعيه الخضر، كاين انواع، كاين مثلا نقولوا مثلا نوع البطاطا كاين مثلا نقولوا 214 نوع ولا كذا. نعم، لكن يعني انت كتاجر خلينا نستغلوا الفرصة تاع المكالمة الهاتفية، انت كتاجر انت على علم وجود هذه القوانين اللي تنظم يعني حتى طول ساق القرنون ويعني كمية الشوائب يعني في الخضر والفواكه، يعني على علم بهذه القوانين تعرفهم؟ نحن كتجار نحترم القانون، ونحن لابد ان نحترم القانون، لكن شو اسمه حبذا ولو كان القانون ياتي من 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 لب هذا من 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 مبدأ من مبدأ انت هذا الجدل. نعم، يلا خلينا نعرفه من اي منطقه تعيط لنا تعيش. الو؟ نعم، من وينك تعيط لنا؟ بالضبط. من عين دفله.
تحية صباحية لكامل سكان عين الدفلة. قلنا على الأقل أسعار الخضر شحال راهو؟ تبسة يلا تحية تحية الناس تبسة شحال راهي الأسعار في تبسة؟ يلا انقطعت المكالمة للأسف قبل أن نتعرف على أسعار بعض الخضر والفواكه. لا بأس أنه نعم يعني هذه المكالمة كانت يعني قدمت لنا عديد إذا ما أردنا التعقيب يعني على ما قاله نعم أن نعم هناك بعض الإخوان وقال أنه النوعية هي اللي تحكم في السعر، نعم لا الساق ولا حاجة واحدة أخرى يعني. الآن هنا أيضا هو القرار الوزاري عندما قلنا أيضا يجب أن يخضع للتحيين يجب أن هناك بعض التحيين، لكن بصيغته الحالية تكلم القرار الوزاري على عدة أنواع ولم يتكلم على نوع واحد، خاصة عندما نتكلم نعطي مثال في مادة القانون نتكلم على معيار واحد ومعيار اثنين بمعنى أن هناك نوعية جيدة وهناك نوعية متوسطة أو رديئة. رديئة لا نقول بأنها غير قابلة للاستهلاك، لا، رديئة بالنسبة للجيدة يعني بالنسبة والتناسب ما بين الجيدة أو الممتازة والمتوسطة. النقطة التي أردت الإشارة إليها أن قال بأن سواء إذا كان الحجم الساق في مادة القانون مثلا طويل أو قصير لن يؤثر على السعر، بالعكس سوف يزيد السعر إذا كان الساق قصير. هذا يعني يمكن قد اختلف مع أخانا التاجر في هذا السياق، لأن أولا حجم الساق عندما ينقص تنقص الوزن بطبيعة الحال، عندما ينقص الوزن فالصندوق الذي يمكن أن يباع بوزن 10 كيلوغرام سوف يباع بوزن مثلا 7 كيلوغرام أو 8 كيلوغرام، لأن يعني عندما نجمع هذه السيقان ببعضها البعض سوف يتجاوز حجمها بالمنطق 2 كيلوغرام أو 3 كيلوغرام، لذلك سوف ينقص حجم الصندوق وبالتالي سوف ينقص الثمن. الصندوق الذي يباع إذا كان الكيلو مثلا ب 20 دينار أو 30 دينار سوف 20 دينار في 7 كيلو ليست 20 دينار في 10 كيلو، وبالتالي سوف ينقص الثمن كمعادلة منطقية. من جهة ثانية أؤكد على فكرة قالها بأن يجب أن ننطلق من الفلاح، نعم نحن الآن صحيح. يجب أن ننطلق من الفلاح، وهذا ما بدأت به في نقاشنا اليوم في ريال، وهو قلت بأننا كلنا معنيين بداية السلسلة الاستهلاكية وصولا نعم. إلى آخر فرد في السلسلة الاستهلاكية بدءا بالفلاح وصولا إلى آخر تاجر بالتجزئة، هي سلسلة هي تناسق وتضافر الجهود أكيد. لا يجب أن نلقي اللوم على فئة دون الأخرى. الآن تجزئ عندما تصل إليه بهذه الصيغة وبهذه الصورة لا نقول بأنه غير هو ملام، لكن يجب أن قدر الإمكان أن يكيف هذه المواد اللي هي الخضر والفواكه الطازجة وفقا للمعايير المنصوص عليها التي يحترمها الكثير من التجار، لكن للأسف الشديد أيضا هناك فئة أخرى تستغل وجود هذه الشوائب لكي يكون السعر مرتفعا او لكي يكون الوزن مرتفعا وبالتالي سوف يكون الربح اكثر. اكيد احنا يعني نتمنى انه كل يعني كل فاعلين اللي يتابعوا فينا من خلال هذا البرنامج انهم على الاقل قبيل شهر رمضان نعم. يتقوا ربي في عباده قبل شهر الرحمه يراعيوا هذا المعايير والربح كما نقول دائما من خلال هذا الفقره يعني عام وطوله مش نعم. فقط يحاول الفلاح تخلص من المحاصيل تاعه ويحقق أكبر يعني قبل شهر الرحمة أن نزرع الرحمة بقلوبنا صحيح. وأن نراعي ظروف إخواننا. الكثير من الفئات المجتمع قد لا ليس لديها نعم. قدرة كبيرة قدرة شرائية كبيرة لهذه المواد، خاصة أنه نعرف أنه هناك أحيانا خلل في الأسعار في بداية شهر رمضان أو قبل شهر رمضان التي نتمنى بأن لا نجدها أيضا في هذا رمضان المقبل بإذن الله، لذلك هي أيضا قلت رسالة صحيح للجميع. وكنا تابعنا يعني فيديو كان انتشر يعني على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بلعم يا راس شيفلور كان يوزن 600 غرام نعم من بعد تخلصهم كل أوراق عاودوا وزنه يعني مع الفلاح وين وزن 250 غرام فقط نعم. يعني تخيل الفرق 400 غرام فقط كانوا في الأوراق تاعو التي نعم. لا تستغل. وأنت طرقتي إلى هذا المثال في ريال عندما نتكلم عن مادة الشيفلات ما المادة المحيطة بها أو الجزء المحيط به ما يسمى بالشوائب نعم. لا نقول بأنه نزعه كاملا القرار نعم. الوزاري قد أشار بأنه يجب أن يكون الحجم الشوائب لا يتجاوز 5% من حجم المادة بحد ذاتها نعم. الآن عندما نرى بعض في الأسواق للأسف الشديد نرى صحيح. الشوائب أكبر حجماً من المادة بحد ذاتها نعم ويعني للفكاهة أو المبكي المضحك أن للأسف الشديد نبدأ بالبحث عن مادة الشيفلون في حد ذاتها وراهي
صحيح ما نلقاوهاش بحكم أن الشوائب والأوراق هذه غطت المادة في حد ذاتها. صحيح شكرا. أحيانا عند شراء صندوق البطاطا مثلا نبدأ بالبحث عن حبات بطاطا في وسط الرمل. صحيح. لذلك يعني هو ليست مضحكة بقدر ما هي مبكية. أكيد. وهي رسالة لتغاضي والابتعاد عن هذه المظاهر. صحيح للأسف. أحمد زيد أنتم من كل توفيق، شكرا على تلبية هذه الدعوة. شكرا لك صباحية. وشكرا للمستمعين الكرام. تحية صباحية لكل المشاهدين وتحية صباحية أيضا لك دكتور. صباح الخير. إذا كباقي الأمراض، أمراض العين قد تكون وراثية، وشنو هي أبرز الأمراض الخاصة بالعين اللي يقدروا يتورثوها أفراد العائلة؟ وفات لازم نفرقوا بين الأمراض الوراثية يعني اللي هي يعني كما احنا نقولوا دي مرضي إيريديتير، وكاين أمراض أخرى فيها فاكتور إيريديتير يعني فيها عامل وراثي. فيها عامل وراثي. نعم. الأمراض الوراثية اللي باينة اللي كاين بعضها يعني تكون عند الولاده نشوفوا التشخيص ديالها كيما لي كاتاراكت، كاين سارتين كاتاراكت كونجينيتال يعني مياه بيضاء وراثيه في عند الولاده تظهر على الرضيعه يعني حديث الولاده. طبعا تقدر تكون هكذا. كاين دي جلوكوم يعني مياه زرقاء يزيد بها الطفل، هذه تقدر تكون عندها اسباب وراثيه. وكاين امراض وراثيه تظهر بعد سن معين. معين نعم. وشنو هي هذه الامراض؟ تقدر تصيب القرنيه، تقدر تصيب الشبكيه او العصب البصري او العدسي، يعني كل مكونات العين تقدر. نعم. تصيب امراض وراثيه. اذا ما تحدثنا عن الشبكيه وقتاش تقدر يبان هذا المرض على اغلب الاحيان؟ كاين امراض يعني يزيد بها الطفل، لكن في اغلب الاحيان كي تبدا منذ سن 10 سنوات الفوق كاين تظهر في عمر 20 سنه، وهي الامراض اللي تصيب لا ماكولا. كاين كيما نقولوا لا مرادي دو باس، لا مرادي دو ستارغارد، هادو دي مرادي يقيسوا شبكيه العين بصفه وراثيه. نعم. وفيها وراثه تاع كيما نقولوا الوراثه 90% 100%. سا ديبون كيما في الوراثه، علاش نقولوا حنايا نتجنبوا زواج الاقارب. نعم. هذا شيء مهم لانه المرض يقدر يكون مخبي سورتو في المرضي ريسيسيف، يعني تكون الوراثه تاعها متنحيه يعني المرضي ريسيسيف تبان كي يكون زواج الاقارب، يعني يكونوا الوالدين يعني يحملوا الجين هذاك الجين يعني. نعم. يحملوا هذه الجينات الوراثيه لنفس المرض. اذا كان تزوجوا وتلاقاو هذه الجينات يعني يقدروا يكونوا كل الاطفال مصابين بهذا المرض. مصابين يعني اذا المراه كانوا عندها اربعه اطفال، الاطفال تاعها كامل في اربعه مصابين يعني بنفس هذا المرض. يعني 50% 50% راح تكون الاصابه يعني 100% بالنسبه ل. نعم. حنا كنا حملنا يعني الصوره التوضيحيه باش نحاولوا نفهموا كيفاش نتواثوا هذا جينات المريضه. نعرضها على المشاهدين بعد قليل على الشاشه الخلفيه. لكن ماذا يفسر دكتور انه احيانا يكون في العائله ثلاث اولاد على سبيل المثال، لكن واحد فقط اللي يورث هذاك لو جين؟ طبعا هذه في وراثه كما نقولوا ماشي ليغيديتي مندليان، يعني ماشي وراثه باينه، يعني كما نقولوا عامل وراثي. كاين عامل وراثي اللي يكون يعني احد الوالدين يحمل هذا المرض، ولا كاين ثاني كذلك وراثه نورثوها عن طريق الام او وراثه عن طريق الاب. يخرجوا ماشي كاع الاطفال عندهم هذا المرض، يقدر يكون واحد اثنين او ثلاثه او فقط واحد من العائله اللي يظهر فيه هذا المرض. نعم. يعني كل واحد وزهره نقدروا نقولوا واحد وزهره. ثاني كاين تقدر تزيد عليها عوامل خارجيه، يقدر يكون ثاني كلوستراس يزيد عليها، يقدر يكون ثاني في عده عوامل كما نقولوا ما تكونش وراثه ديريكت. نعم. اذا تحدثنا عن اعوجاج القرنيه تقدر تكون وراثيه دكتور؟ فيها هي كما يقولوا اعوجاج القرنيه لاستيغماتيزم. نعم. وكذلك القرنيه على شكل المخروطيه يعني لو كيراتوكون فيه عامل وراثي. من الاسباب الاساسيه ديالو هما الحساسيه وفرك العينين، لكن فيه كذلك فاكتور هيريديتير. نعم. اللي عندهم ضغط العين ايضا كذلك كاين عامل وراثي. طبعا هذا سؤال دائما يرجع كي نقيسوا ضغط العين عند مريض ونصيبوه عالي يعني يفوت 21 22، نسالوا دائما المريض اسكو كاين في العائله، ماشي شرط كل افراد العائله، لكن يقدر يكون عند الاخوه اللي فوق 40 سنه، عند الاخوال الاعمام، يعني يكون عامل وراثي. نعم. إذا واحد من الآباء على سبيل المثال الأم ولا الأب يعني كان عنده مشكل مع ضغط العين، الأطفال تاعو يعني يلحقوا لسن معين لازم يقوموا بالتشخيص المبكر؟ ماشي لازم عند سن معين،
لازم كي يكون يعني المرضي ايريديتير نشكو فيها ملي يكون لونفون بيبي ملي يكون صغير ملي يكون يعني لونفون بيبي لازم نعملوا يعني تشخيص تاع هذا المرض. نعم يلا عندك المشاهدين بامكانيه التفاعل مع هذه الفقره وطرح مختلف الاسئله والانشغالات على الدكتوره اللي حضره معنا. نستغلوا فرصه حضورها معنا اليوم في استشاره طبيه مجانيه اوليه. هذا لا يعني اننا ما نروحوش نشخصوا عند الطبيب في العياده. دكتور حنايا كنا حضرنا صورة حبذا لو تعلقين عليها باش حتى نوضحوا يعني الفكرة للمشاهدين فيما يخص هذا الموضوع. يعني كنت قلت عبارة نقولوها بزاف في المجتمع الجزائري توافقين الرأي، نقولوا ناس يورثوا دراهم حنا نورثوا الوردة، هذوكا كاملهم يتابعوا فينا راهم يقولوها في قلبهم، أليس كذلك؟ صحيح. يلا نعلقوا على هذه الصورة رجاء. هذه الصورة نعلقوا على كما قلنا كي يكون يعني واحد من الوالدين عنده مرض معين يقدر يكون بعض الأطفال عندهم، لكن كي يكونوا اثنين وهذا يكون خاصة في زواج الأقارب يعني نرفعوا من نسبة الإصابة يعني بهذا المرض عند الأولاد دونك سي بوغ سا نأكد بزاف. احنا عندنا بزاف زواج الاقارب في المجتمعات ديالنا كونتريرمون للمجتمعات الاوروبيه، صحيح هما نقصوا بزاف عندهم لي مرادي ايريديتير الامراض الوراثيه نقصوا لانه ما يتزوجوش بالاقارب، لكن احنا مازال هذا الشيء كاين ودائما نبهوا عليه. زواج الاقارب يبين امراض اللي تكون مخبيه في دي جينيراسيون اي دي جينيراسيون للاسف. نعم دكتور نستقبل مكالمه هاتفيه من بعد نفصلوا في الموضوع. صباح الخير. الو صباح الخير. نعم مرحبا بك معنا. الله يسلمك. عندك سؤال في الموضوع اللي انا نناقشوا فيه اليوم؟ عندي سؤال، عندي بنتي تفضلي مريضه من عينها عندها لاميوبي وعندها اعوجاج في القرنيه. شكون؟ عندي بنتي ميوبي. بنتك ربي يحفظها. نعم الله يسلمك. سؤال عندها لاميوبي وعندها اعوجاج في القرنيه. واش راكي حابه تعرفي تحديدا؟ ودوكا عندها زوج بنات توأم عندهم نفس المرض تاعها. نعم. وحبيت نسقسي اسكو فيها عمليه؟ خاطش الطبيب تاعها يقول لها ما ديريش العمليه تبقاي هكذا بالنظر. ما فهمتش المرض هذا اسكو خطير واش الحل تاعو؟ ماشي مشكل دوك نجاوبها. نعم. لي جمال للزوج عندهم. في زوج عندهم. ويعني زواج اقارب ولا الراجل تاعها؟ لا ماشي اقارب، وشنو باباهم ثاني عنده نفس المرض. نعم. يلا قادي معنا، شكرا على هذا التفاعل الصباحي. شكرا. يلا يتربوا في عزكم ان شاء الله بنيتات. اذا دكتور ان شاء الله دونك هي تقول بلي بنتها عندها اون ميوبي. نعم اعوجاج القرنية يعني ميوبي ستيغماتيزم. لا ميوبي تقدر تكون ايريديتير، قلت جو بريسيز بيان تقدر تكون ايريديتير، تقدر ماشي ايريديتير. مثلا احنا الام ديالي عندها اون ميوبي، الله يسلمك، عندها اون ميوبي دي دو كوتي، احنا ولادها حتى واحد فينا ما خرج عنده اون ميوبي، يعني ماشي لازم تكون كاينه وراثه في لا ميوبي. لكن كما راهي تقول بنتها عندها ميوبي والزوج ديالها عندها، يعني لي دو يعني عندهم حاملين هذا لو جين والاطفال ديالهم عندهم ميوبي. الحمد لله ماهوش مرض خطير. نعم لازم له متابعه، والحاله كي تكون بعد 18 سنه كي يكون استقرار في الحاله يقدروا يكونوا حلول، يعني علاج عن طريق تصحيح النظر عن طريق الليزر او عن طريق عدسات او عن طريق زرع العدسه او يعني في حلول. نعم. لازم لها برك متابعه ومراقبه طبيه. نعم ولازم يلتزموا بارتداء النظارات. طبعا يعني طبعا طبعا لازم سورتو عند الاطفال الصغار في سن تطور البصر. نعم. لازم يلبسوا النظارات. نعم جميل. حبيت نعرف ايضا دكتور لماذا احيانا يكون الجده بلاك عندها اون ميوبي بصح الاطفال تاعها ما يكونش عندهم، لكن الاحفاد يكون عندهم هاد لاميوبي؟ سي بوسيبل. نعم سي بوسيبل، لانه الاحفاد ممكن يجيبوا هذاك لو جين من يعني من لو دوزيام بارون، يعني يلتقيوا هذوك الجينات وتكون كاين هاد لا مرادي. وكذلك يقدر هذوك الجينات ينتقلوا من جيل اخر لكن ما يبانوش طبعا حتى يلحقوا يعني الصفات المتنحيه في لي كاركتيريسيسيف. كيكون الانسان حامل ان سول جين ما يبانش ما يظهرش لا مرادي، لكن كيكونوا عنده دو جين وين باش يبان باش تبان لا مرادي. وكاين كذلك يقدر يكون حامل لو جين لكن ما يبانش ما يتعبرش هذاك لو جين، يعني هذه الوراثه شويه يعني فيها بزاف، يعني سي با دي ماتيماتيك، ماشي واحد زائد واحد يساوي اثنين.
فيها بزاف عوامل اللي كما قلنا لونفيرونمون ياثر، لو ستريس ياثر، حاجات بزاف ياثروا باش هذيك الامراض اللي تكون مخبيه في ليجان تظهر ولا لا. نعم، وشنو هما الامراض، امراض العين الاخرى اللي تقدر تنتقل؟ تحدثنا على الميوبي، تحدثنا على الاعوجاج القرنيه، كاين امراض اخرى ايضا؟ كاين امراض تصيب الشبكيه، التهاب القرنيه، التهاب نو اون جينيرال، لكن كاين دي ديستروفي يعني تشوهات خلقيه في القرنيه، في القرنيه تقدر تصيب يعني نفس الشيء مع اعوجاج القرنيه ولا يختلفوا؟ تختلف، لانه هذه تسبب في انفلو، يعني لا القرنيه ما تكونش ترانسبارانت وبصفه وراثيه، تقدر تظهر عند الاطفال الصغار ولا بعد سن معين. كذلك في كذلك يصيب الامراض الوراثيه، تقدر تصيب الشبكيه خاصه اللي هي كما العشاء الليلي لا غيتينوباتي بيغمونتير، هذوك الناس اللي ما يشوفوش بزاف، كيلحق غير ينقص الضوء يقولوا ما يشوفوش بزاف في الليل. وفي كذلك امراض وراثيه تصيب لا ماكولا، يعني مركز شبكيه العين، كما قلنا لا مارادي دو بيست، لا مارادي دو ساركار، لا ديستروفي دي كون، في عده امراض اللي تظهر كما قلنا في المجتمعات بزاف اللي فيها زواج الاقارب. نعم، يلا دكتور نستقبل مكالمه هاتفيه. صباح الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك اختي، حبيت نسقسيك سؤال، نسقسي الطبيبة. نعم تفضلي. عندي بنت اختي هذوم برك ساقت لها يماها، كانت عندها طاشة في عينها حمراء، بعد كي داتها للطبيبة كي دارت لها لي راديو دارت لها كتب اللي عندها مرض ذا باست. مرض؟ ذا باست قالت لها. مرض ذا باست، وي نعم. ومن بعد كي دارت لها لي راديو هذاك اوجي وهذوك لقات صح عندها هذاك المرض. نعم نعم. بس بصح دوكا حبت اختي تعرف كي واش هو الدواء تاعو، وهي قالت لها الطبيبه المتابعه برك ودير نواظر ريبوزونت. هذه وي نعم، لكن في حاجه كذلك لازم افراد العائله ثاني كيجوزوا، لانه هذا المرض في المراحل الاولى يقدر ما نفيقولوش. دونك الاخوه ديالها هاد اللي صابوا عندها لامراض دو بيست لازم يجوزوا، لكن نعرفوا بلي هاد المرض حقيقه ينقص النظر لكن ما يصيبش بالعمى الكلي. الكلي ما كاش فقدان كامل للبصر، صح بعد سن معينه كيفو 30 35 سنه يعني يقدر ينقص النظر، ينقص النظر، ينقص بصفه يعني. نعم تفضلي. هي عينها وحده شوف زوج على 10 و11 على 10. وين دوكا كي دير النواظر دير مغطوزونت ولا دير وحده دير على حساب على حساب القياس، يعني الطبيب اللي تجوز عنده راح يقيس لها النظارات ويشوف شحال يعني النظارات اللي والموها راح تلبسهم. لازم تلبس لو ماكسيموم دو لونيت اللي تحتاجهم، هذه هي. ايه ماشي غوبوزونت الطبيبه. في الاغلب الاحيان ما تكونش غوبوزونت. نعم. يعني النواظر راح يعاونوها. لازم لها حمايه من الشمس وتكون عندها تغذيه متوازنه، واذا كان محتاجه فيتامينات او مكملات غذائيه للعين كذلك تقدر تستعملهم باش تحافظ على البصر ديالها. شكرا. مثلا. نعم شكرا جزيلا، شكرا على هذا التفاعل الصباحي، يعني نفصلوا في الاجابه لاحقا. يعطيك الصحه، شكرا. ذات يوم موفقه والشفاء العاجل للبنوته. اذا دكتور نكملوا فقط نواجبوها. كاين مكملات غذائيه، مكملات غذائيه هي ما راحش تحسن النظر او راح ترجع لها النظر اللي قالت لك وحده زوج على 10 ما راحش يتحسن. تقدر تحسن بالنظارات شويه. نعم. في المرض دو بس في نقص في النظر بصح ما كاش يعني فقدان بصر كلي. ومام مجال الرؤيه يعني يكون كونسيرفي ما يروحش، لا فيزيون سنترال هي اللي تكون مصابه، لكن نقدروا نستحفظوا على النظر هذاك اللي يكون باقي لها عن طريق ارتداء النظارات اذا كان لازمه، عند الحمايه من اشعه الشمس، غذاء متوازن، واذا كان في حاجه لمكملات غذائيه كاين مكملات غذائيه للعين خاصه بالعين، هي الفيتامينات تاع العين كما كما لو زنك كما لي اوميغا 3 كما لا لوتين لا زياكزانتين، هذو هما المكملات الغذائيه الخاصه بالعين. نعم نستعملوهم مع الناس اللي عندهم شبكيه تكون حساسه كما لي جون اللي عندهم لا غيتينوباتي بيغمونتير. نعم نخصوا لها يعني كم عدد كامل يعني لما لا في قادم الاعداد. طبعا في اقل من دقيقه دكتور تحدثتي عن التشخيص المبكر لدى افراد هذه العائله، ضروري جدا الاولياء اللي يعانوا من امراض خاصه بالعين انهم يشخصوا الاولاد تاعهم.
طبعا طبعا هذا مهم جدا. وفي اغلب الاحيان الناس هذو على بالهم اللي عنده مرض وراثي يخافوا على اولادهم. طبعا في نعم. في ناس يجوا ما يجوش بكري، لكن ننصح الناس اللي عنده اي مرض وراثي في العائله خاص بالعين الاولاد ديالهم اولا ما يكونش زواج بالاقارب، ثانيا التشخيص المبكر عند الاطفال الصغار. نعم. ختاما قبل ما نرحب فيروز، العينين الزروقاء يتورطوا ولا ما يتورطوش دكتور؟ النسبه شحال؟ يتورطوا لكن ذا كاركتر ريسيسيف يعني متنحي، لازم تكون في لي دو بارون يكونوا كاينين. نعم يعني صفه متنحيه مش متنحيه دائما. سي با كاركتر دومين. نعم احنا عاده المرض بلا المرض بلا اللون. يلا شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور، شكرا للاستضافه. شكرا العفو، نتمنى لك يوم موفق باذن الله. احنا ايضا مشاهدينا اليوم في فقره الثقافه والفنون مشاهدينا عن موضوع يهم كل المتابعين والمشاهدين المهتمين بالثقافة والفن، كما هو الحال بالنسبة لبرنامج الشروق مورنينج اللي دائما نرافق هذه الفعاليات الثقافية. حديثنا عن الطبعة الثانية للأيام المسرحية العربية، حديثنا عن الفن والفنانين. وللحديث مشاهدين عن هذه الطبعة الثانية يلتحق بنا عبر تقنية سكايب من ولاية سطيف فاروق رضا ونا محافظ الأيام المسرحية العربية. صباحك سعيد، أهلا وسهلا بك. صباح النور، تحية تقنيه مسبوعة ولاية سطيف إلى قناة شروق نيوز، ونشكركم على الدعوة. نعم، إذا دعني فقط أنضم إليك في الشاشة وعلى تفصيل حول هذه الأيام المسرحية العربية التي تحتضنها ولاية سطيف، هذه المدينة الأثرية والثقافية بامتياز. يعني نحن الآن بصدد وضع آخر روتوشات من أجل إنجاح هذا العرس الثقافي المسرحي الفني العربي. هذا العرس الأخوي راح يكون إن شاء الله بمدينة ولاية سطيف، هذه المدينة معروفة بحضارتها، معروفة بثقافتها. إن شاء الله هناك برنامج ثري بما يخص هذه التظاهرة. هذه التظاهرة راهي في طبعتها الثانية تحت شعار لقاؤنا، ارتقاؤنا، إبداعنا، انتصارنا. راح تكون معنا إن شاء الله الشيء اللي يميز هذه الطبعة الثانية أنه راح تكون معنا دولة فلسطين الشقيقة متمثلة في الفنان القدير غنام غنام بعرض مسرحي بعنوان بفم أعيني يا فلسطين. يعني أجواء جميلة من طرف الفنانين والإخوة وأعضاء المحافظة، واقفين موقفين لنا كل كبيرة وصغيرة من أجل إنجاح هذا العرس العربي الثقافي. حديثنا أيضا عن تحديات هذه الطبعة الثانية لا سيما ما تعلق بالاستمرارية، دائما نتابع الطبعة الأولى فالثانية فالثالثة، لكن للأسف الخامسة ربما كأقصى تقدير، ليس كذلك؟ أكيد صراحة يعني ليس أنك من شي حد سأل أنك تقدم يعني أيام مسرحية خاصة دولية ولا عربية. إحنا كان تحدي ثاني بالنسبة لنا. الطبعة الأولى الحمد لله كانت طبعة مميزة بشهادة الجميع، إقبال جمهوري غفير، حضور وجوه فنية مسرحية عربية، على سبيل المثال الفنانة القديرة عابر عيسى من دولة الأردن، على سبيل المثال خدوج صبري من دولة ليبيا. احنا يوم الاختتام تاع الطبعة الأولى بدينا التحضيرات للطبعة الثانية، لأنه ليس سهلا بصراحة. يعني كانت تحضيرات استباقية. نعم؟ يعني عام من التحضير، سنة كاملة من التحضير. لأنه باش تصلح بعض الأخطاء اللي كانت في الطبعة الأولى وتمشي، لأنه هذه طبعة عربية ماهيش طبعة وطنية. لما تكون طبعة وطنية يعني آخر دقيقة يعني الفرقة تعتذر لك ولا تقدر تجيب بتعوض الفرقة هذه، بصح هذه طبعة عربية، ثم لازمك تبقى تتصل بالفرق، تتصل بلجنة انتقاد لخيرة العروض، حاجة تأكد على حضور، خاصة حضور الفريق اللي تحصل على يعني الموافقة باش يكون على في الأيام ولا في المهرجان، لازم يأكد حضوره، يعني مش يخليك الدقيقة الأخيرة أو من بعد يعتذر لك، يعني مش حاجة سهلة. بالإضافة كذلك
الى البحث على دائما نحوس على الكوتي تاع سبونسورينغ، يعني الجانب التمويلي، يعني جانب التمويل دائما، لانه هذا مشروع صراحه الحمد لله لقيت لنا 80% للمجلس الشعبي البلدي لبلدنا سليم، بالاضافه الى صندوق الدعم والتمويل الفنون بوزاره الثقافه. بصح ماهوش يعني راح يغطي كامل مصاريف هذه الايام. نعم، إذا بالحديث أيضا عن المسرح، الأكيد أنه تاريخ الجزائر المسرحي يعني عريق جدا وضارب في الزمن، وكانت لنا عديد المشاركات في هذه الفعاليات في العراق، في الأردن، في سوريا، أيضا في وقت كان فيه المشاركات قليلة. إذا كمحافظين، ما هو دوركم اليوم من أجل إعادة الجزائر للريادة في هذا المجال واستقطاب كبار المسرحيين العرب؟ اكيد احنا الشيء اللي نقدمه فيه هو رد الاعتبار للناس، للاجيال، للحركه المسرحيه الجزائريه التي يعني الناس اللي كاين منهم حتى اللي مات الله يرحمه، الناس اللي توفوا، الناس اللي قدموا. يعني صراحه المسرح الجزائري معروف، المسرح الجزائري معروف بالقيمه تاعو، معروف بجماليه اعماله، معروف بعده اسماء ووجوه فنيه. يعني احنا هذا الشيء اللي نقدمه فيه هو يعتبر رساله نوجهوها، لانه حان اوان باش لماذا في كل ولايه يكون عندنا مهرجان. نشوفوا كي نشوفوا نسبه المهرجانات على مستوى الجزائر، يعني بلد بحجم قاره الجزائر، يعني نشوفوا تواجد 8 ولا 9 مهرجانات فقط. على سبيل المثال مهرجان الوطني المسرحي المعترف، المهرجان الدولي الجايه، مهرجان المسرحي هو المسقانم. بصح احنا حبينا خطينا فكره انه ناسوا ايام عربيه، والطموح تاعنا ان شاء الله وايامنا لما لا انه يصبح مهرجان عربي. يعني مهرجان عربي يحل بوابه تاع افتتاح تاع تبادل تجارب مسرحيه، افكار فنيه. يعني هذا هو الشيء اللي نتمناه ان شاء الله. نعم، ولماذا ولما لا ربما اعطاء والاشتغال ايضا على اعطاء الفرص للمشاركه الجزائريه على حساب الاعمال الدوليه؟ اكيد اكيد، يعني شوفوا مؤخرا فقط، يعني مؤخرا بالهيئه العربيه كانت المشاركه المسرح الجزائري بعرض واحد. انا اشوف باللي قليل. علاش؟ يشوفوا بعض الدول تمشي للمهرجانات، تمشي ب3 عروض مسرحيه، تمشي ب4 عروض، يعني تمشي بقافله فكريه، قافله فنيه فكريه مسرحيه. يعني هناك اساتذه يأطروا ورشات، هناك دكاتره تاع نقاد، هناك عروض مسرحيه، ماشي عرض ولا اثنين، تلقاي حتى 4 ولا 5 عروض. يعني من حان الاوان ان شاء الله، مثلا ماذا بينا نتحدوا ونزيدوا نبذلوا الجهد اكثر. علاش؟ لما كي نعودوا نمشيوا، لانه كي تمشي للخارج راح تمثل الجزائر، راح تمثل المسرح الجزائري. ماذا بينا ان شاء الله يكون رد الاعتبار باش تعد هناك مشاركات. ماذا بينا على سبيل المثال في مهرجان الهيئه العربيه في المره الطبعه القادمه ان شاء الله، ماذا بينا يكون تكون ان ديليغاسيون كبيره، تكون هناك ثلاثه ولا اربعه مسرحيه. خاصه انه الممثلين المسرحيين الجزائريين قدموا الكثير للمسرح العربي، اليس كذلك؟ أكيد أكيد، مؤخرا فقط التدخل تاع الفنان والمخرج حمد رزاق قدم محاضرة في الهيئة العربية في دولة العراق. يعني صراحة ماشي صديق ولا زكيوة ولا، اتصلوا بي أساتذة، اتصلوا بي فنانين، أبهروا بمحتوى ومستوى المحاضرة. المحاضرة كانت بث مباشر، حكاوا على تفاصيل وعلى يعني تاريخ المسرح العربي. وأحمد رزاق يعني التدخلات تاعو كانت جد مهمة، يعني وين فتح باب نقاش، وين فتح باب جدل. وفي الأخير يعني اتصلوا بي أصدقاء وقالوا لي يعني كان تدخل في المستوى. يعني هذا الشيء اللي فرحنا احنا، هذا الشيء اللي يأكد بأن المسرح الجزائري بخير. ما قدرش يعني على سبيل المثال الدكتورة جميلة الزكاي كانت عضوة كانت عضو في لجنه اختيار عفوا تاع المشاريع المسرحيه بالهيئه العربيه مؤخرا دوله العراق. يعني احنا الحمد لله عندنا اسماء وزن وغزاء.
وبالحديث عن هذه الأسماء دعنا أيضا نشير إلى التكريمات التي دائما يتم من خلالها تكريم الفنانين ربما بعد رحيلهم، لماذا لا نتوجه اليوم يعني لتكريم الفنانين وهم أحياء، الفنانين اللي قدموا من زالهم يقدموا للمسرح الجزائري وما نتبعوا الشعار يعني ربما ترفع يعني لروحه؟ هذه النقطة مهمة. أنا على سبيل المثال الطبعة الأولى الشهيد حسن بالكيرد كرمنا شاعر وكاتب من ولاية الطيب قتال رحمة الله عليه. إحنا الطبعة الأولى الطيب قتال كان معنا يعني كرمناه وهو حي، والطبعة هذه الثانية للأسف غادرنا رحمة الله عليه كما غادرنا بعض الأصدقاء اللي كان معنا، على سبيل المثال محمد عدنان بخوش رحمة الله عليه اللي كان معنا مؤثر ورشة الأداء بالطبعة الأولى. يعني صح هذه حقيقة صح، يعني احنا دائما نشوفوا في الايام ولا في المهرجانات يكرموا الناس والاسماء اللي ماتت اللي توفات. يعني علاش فيما يخص احنا على سبيل المثال التكريم تاعنا، انا نعطيك مثال فقط، راح نكرموا الفنانه الشابه اسماء شيخ. علاش اسماء شيخ؟ اسماء شيخ اثبتت بجداره يعني واستحقاق، لانه تحصلت على جائزتين متتاليتين. يعني كي نشوفوا في تاريخ الحركه المسرحيه ما لقاوش ممثله انه شرفت ومثلت الجزائر كما اسماء شيخ، وهي مازالت صغيره يعني ماهيش كبيره. نعم. حصلت في احسن اداء نسائي بمهرجان التجريبي في القاهره بمصر. نعم. حصلت آخر على احسن اداء نسائي في دوله القاهره. يعني هذا الشيء وهذه الجائزه منحنا هذه التكريم لها ما نشرح احنا حابين نقولوا باللي نزيدوا نطلعوا لها شويه في المراد تاعها، بيقولوا باللي اسمى شيخ شيء قدمتيه وشيء راكي ديري فيه يعني تستاهلي. نعم كسؤال ختامي الأكيد أنه باختصار يعني جرى التحضير لهذه الأيام المسرحية العربية منذ سنة تقريبا، لكن هل تم تكييف فعاليات هذه الأيام المسرحية مع ما يجري بقطاع غزة وأنا أراك ترتدي الكوفية الفلسطينية؟ أكيد إحنا للأسف الشيء اللي يصير في قطاع غزة وفي فلسطين بصفة عامة، يعني حقيقة هذه تعتبر إبادة جماعية. إحنا كفنانين أنا بصفتي مدير هذه الأيام قررت أنه عرض الافتتاح باش يكون لوحة فنية تكريمية لدولة فلسطين الشقيقة. هذه اللوحة بعنوان نضال أو رحلة حنظلة، تأليف الأستاذ القدير جمال عبيدي والإخراج فاروق عطانة، بمشاركة وجوه مسرحية عربية ووطنية. يعني نقول عربية ووطنية. أكي. أصريت على الدول اللي راح تكون معنا إن شاء الله، دولة العراق اللي راح تكون معنا خذيت منها زوج ممثلين، دولة سلطنة عمان خذيت منها زوج ممثلين، تونس الشقيقة خذيت منها زوج ممثلين، ووجوه عربية على سبيل المثال راح تكون معنا صابرين قريشي اسم وطني ومسرحي معروف، أسماء الشيخ على منا على مستوى ولاية سطيف. هذه جميع الفنانين راح يقدموا لنا هذه. نعم. حبينا تكون رساله. شكرا. رساله فنانين عرب. شكرا على هذه المداخلة الصباحية وعلى تلبية هذه الدعوة، نتمنى لكم كل التوفيق لكم وللوفود المشاركة إن شاء الله، نتواصل لاحقا أثناء هذه الفعالية. وشيء جميل لمشاهدينا أنه خصص حيز من هذه الأيام المسرحية للقضية الفلسطينية، ولطالما كان ركح المسرح ساحة للنضال. شكرا لك. شكرا لكم على هذه الاستضافه. صباحك سعيد، اهلا وسهلا بك. شكرا. صباحك اسعد. صباح الخير. الاكيد انه المشاهدين والمتابعين. نعم. ومحبي النباتات لما يعيشولهمش كيما حالتي والفوا الظهور تاعك والفوا ايضا هذه المرافقه. ناخذ في تفاصيل هذا الموضوع، غرسنا اسمنا اللي فاتت المعدنوس والحشيش. نعم. اليوم نتعرفوا على النعناع وكيفاش نغرسوه وتنسيق ايضا النباتات في الداخليه في وعاء. نعم. واحد. نعم. عمليه النعناع هو نبات اخضر اللي يستعملوه عد المشاهدين خلال يوم ايامهم. نعم نعم يستعملوه، والنعناع استعملوه الاف السنين منذ الاف السنين
المصريون والرومانيون واليونانيون. وعنده فوائد كثيرة، عنده فوائد كثيرة، منها ينقص التوتر، يحسن المزاج، الاسترخاء، مليح للوقاية من أمراض القلب، عدة أشياء، مليح للمعدة أيضا والجهاز الهضمي. دونك عنده عدة فوائد. ونستعمله نستعمله زيت النعناع، ولا نستعمله الشاي كذلك في حياتنا اليومية. ونستعمله كذلك، حب يقول عملية التكاثر فيه، عملية التكاثر هي الافتسال لابوتشو. قلنا في الحصة الماضية أن نبات النعناع هو كجدمور، هو جدمور. واش حاب يقول؟ عنده جذور جدمورية زاحفة، عملية التكاثر فيه. دونك نقطعوا الجدمور باش نديروه كفسيلة في النبات باش نكاثروا منه. داكوغ. دونك هو نقدروا نديروه في الظل، نقدروا نديروه في الظل. اون بلوس واش يحب ثاني؟ يحب الماء. دونك نقدروا نديروه في وسط، واش حاب يقول الوسط؟ حاب يقول التربة، التربة اللي نديروه فيه تكون شوية ثقيلة باش تشد لنا الماء. دونك ثقيله حبي يقول المسامات تاعها صغيره تشد لنا الماء، يحب الماء، ونقدروا نديروه في الظل. هذه هي بصفه عامه النعناع. هذا فيما يخص النعناع. نتحدث ايضا اليوم على التنسيق النباتات في صنص واحد. نقدروا نغرسوا يعني عده نباتات في لو ميم بو كيما نقولوا حنا. نقدروا نغرسوا النباتات في لو ميم بو، حنا نقولوا له اون كومبوزيسيون دو بلانت، خليط من النباتات. سا ديبون نوع تاع النبات، زعما نقولوا النباتات تاع لي زاغاسي مثال كيما شفنا لا ديغنييغ فوا لو بوتوس ولا لو فيلو سكاندانس ولا هادو كاع سي دي زاغاسي. هادو نقدروا نديرو في وعاء اخر. كيفاش نديرو؟ نلعبوا مع الالوان، الالوان باسكو على بالنا بلي النبات فيه الوان كثيره. عندنا الوان اوليه ولا بخيمير كما نقولوا، عندنا الوان ثانويه، وعندنا الوان وسطيه. نقدروا ثاني نديروا بلي فورم، حاب يقول بالاشكال. داكوغ. يكون باش يكون تناسق ويكون تالف، حاب يقول ولا يكون تعاكس في الالوان. لاخاطش اذا كنا باسكو كاين على بالنا بلي كاين الوان اخرى، منها الالوان البارده والالوان الحاره. وقتاش نديروا الالوان البارده وقتاش نديروا الالوان الحاره؟ كل هذا يكمن في لا كومبوزيسيون دي بلانت. يلا في تنسيق النباتات، واش رايك نروحوا نتعرفوا على كيفاش نغرسوا النعناع وكيفاش نسقوا بين هاد النباتات اللي تنمو في نفس الظروف ببساطه وتحتاج لنفس العنايه. يلا نروحوا للورشة المصغرة تاعنا في الاستوديو. الله الله ما شاء الله، يعني نباتات جميلة، وانا يعني من محبي النباتات. يلا احنا هاوليك درنا عمل التكاثر تاع النعناع. هايليك النعناع، هايليك. نعم. واش درنا؟ احنا عندنا نبات هكذا، نعم، معلول، نقولوا له نبات الام لو بيمير. نبات الام واش نديروا له؟ نديروا له دي بوتور. حنا درنا دي بوتور، باش نوريكم درنا دي بوتور فاسيله، قطعنا هكذا. ولا عندكم مقص ماشي لازم هكذا، باسكو الغصن تاعو رقيق ماهوش خشين بزاف. نديرو هكذا، هايليك. نديرو لابوتور هادي، نعم، نغرسوها. حنا نعيطو هادو باش نقولو لهم، نقولو لهم دي زالفيول، دي زالفيول. نعم. فيهم ثقب، هايليك. نديرو التربه، تربه لازم نشمخوها، تربه خفيفه. نعم. خفيفه تربه. تربه خفيفه. نعم. نديروها داخل هاد لالفيول. نعم. داكوغ. كي نجو نديروها بيان سور نحو هذه، نحو لها الاوراق، نحو الاوراق السفليه باش ما تجينيناش. اون بلوس، اون بلوس زياده على ذلك اما راحين يموتوا مع الوقت باسكو. نعم. علاه؟ باش يديروا لنا الجذور. داكوغ. نعم. نسحقوا، حنا نقولوا نقدروا نقولوا بوتور دو تيت، بوتور دو تيت حاب يقول فاسيله راسيه، راسيه. دونك. نعم. نديروها هكذا لخاطرش حنا بلي على بالنا بلي عندنا عيون هنا، عيون صافي. الجهة الهوائية تعطينا الأوراق، والجهة السفلية تعطينا لي غاسين اللي هما الجذور هكذا. نعم. داكوغ. حنا كي درناها واش صرا؟ هايليك. بعد مدة زمنية معينة واش صرا؟ هاوليك. نادونا يعني دارت الجذور، نادونا جدرت كيما نقولو حنايا. نادونا. نعم. هايليك دي غاسين. نعم. هايليك كوما
كومه من لي غاسين هم صاير داير هم دايرين بها لي غاسين داكور هي واجده. حنا واش راح نديروا من بعد باش نخلو حنا نديروا من هاد التربه كيفاش تكون؟ تكون ثقيله باش تشد الماء. ايه تقدروا ثقيله واش بيقول ديروا مزيج من التربه، تقدروا ديروا حجم واحد من تربه زراعيه وعندنا حجم واحد من التربه دوب الاوراق. دوب الاوراق على بالنا واش ندوب الاوراق؟ دوب الاوراق كيتساقطوا الاوراق يعني الطبقه السطحيه نحوها ونستعملوا هذاك هو دوب الاوراق ولا يتباع باسعار معقوله عند النباتات. نعم بيع النباتات. وعندنا الرمل عندنا مزيج صافي نخلطوا خليط كلاسيكي يقولوا له الخليط الكلاسيكي هذا نديروه تكون تربه اللي تشد لنا الماء. نعم هذه هي. يلا نخليك مع هذه العمليه. نعم نخليك وحدك. نعم. مع هذه العمليه نروح نجيب الكاس تاع الماء تاعي. يلا استاذه يعقوبي راكي مولات الدار دوكا خلاص. شكرا للظهور الثالث تاعك معنا في احنا دائما التربه اللي نديروها لازم تكون من الديام شمخه لاخاطش باش كي نسقوا الماء يتسرب نحو الاسفل. نعم لكن هادو ما مور ما نتحصلوا كين مور ما نتحصلوا على هذه لازم كي نتحصلوا على الجذور اللي نقدروا نديروا هاد النباتات نقولوا اعاده تاسيس. نعم حنا نقولوا شوف نقولوا التاسيس عمليه التاسيس كي تكون المره الاولى اللي حنديروها في اسيس ولا البو. نعم هذيك هي المره الاولى اللي حنديروها نقولوا عمل التاسيس اعاده التاسيس. التاسيس كي يكون النبات خلاص خلاص تعمر الجذور تعمر بالجذور ولازم له. نعم لازم نوسعوا له يعني لازم ايه لازم نوسعوا له باسكو واش يصالوا من بعد وكم نوسعوا له يتغموا الجذور؟ لا لا ينشف النبات ينشف كي تسقيه ينشف النبات الشق فا تسقيه تقول يعني نسقيته وراه ناشف دائما يسق دونك ما يسحق تراب فوالا يسحق تراب بلوس دونك قلنا يكون لازم تراب مشمخ دائما. الاسبوع الماضي كنا نشوفوا الحصى. نعم نفس العمليه نفس العمليه. نعم ما وريناهش للمشاهدين عندنا ثقب. نعم. لازم نتاكدوا دائما الاسيس عنده ثقب وعندنا الحصى. اي حصى اي واش عندك انت واش عندك قلنا الاجهزه تاع البوليستيرين اللي عندنا. نعم. عندنا فخر مكسر عندنا. نعم. يجر مكسر اي حاجه تغطينا هذوك الثقب باش بوغ لو دريناج قلنا الدريناج ولا صرف المياه حتى ما تتعفناش النباتات اللي نديروهم حب يقول ما تعفناش الجذور اللي راح نديروهم هنا. نعم ما ننساوش التربه لازم نشمخوها شويه. نعم. لازم شحال نديرو التربه شحال نزيدو نديرو واش كيفاش حنزيدو التربه يعني حتى الفم وي نخلولها نخلولها شويه وين نقدروا نسقوا الماء باش ما يتصرفش نحو الخارج. نعم. ما يخرجش ما يخرج لناش الماء هايليك. نعم هكذا كي نقولوا الماء علاه نقولوا نشمخوا الماء التربه بالماء باش يكون باش تكون المسامات محلوله. نعم. ويقدر كي نسقوا. نعم هكذا واش نديروا يلا نختاروا وحده تختاري وحده برك باش هكذا نورو فقط المشاهدين ونروحوا للتنسيقه الجميله هايليك. جدا اللي راهي في السجو هايليك نديروا هكذا. نعم ونبداو نديروا وتخليها في الشرفه تاعك في الطاقه كي تحبي تستعملي تنحي. ما عندهمش هذه استاذه يقدروا في اي حاجه يعني يستخدموها في اي حاجه عندك في اي حاجه عندك انتيغين اناء ما تسحقيهش ولا كبير واسع ولا اي حاجه ما تسحقيهاش تستعمليها. نعم فهذا الاسيس قلت لنا يعني ضروري اننا نتقبه. ايه. نفس القاعده بالنسبه لهذوما نفس هما متقوبين لازم تكون يعني ليفاكياسيون هما كي تشريهم هادو الا حبيتي تشريهم كي تشريهم. نعم. هما متقوبين هما متقوبين ها متقوبين. نعم واذا حنا استخدمنا هذاك الكوبلي ولا لازم نتقبه. اه فوالا. نعم ضروري الكوبلي كيف كيف اي كوبلي. نعم. عندكم هادو ما ترموهمش استعملوهم صحيح رسكالة دائما رسكالة اكزاكتومون. نعم الان نخليهم نخليك تعرفيهم ايضا بالتنسيقه الجميله جدا هذه التحفه يعني حقيقه تحفه حقيقيه راني نشوف فيها شكرا. جميله جدا هذه من البيت تاعك
هذه من البيت تاعي. رائعه اكثر. شكون يشتغل على هذه التحفه؟ هذه التحفه كاين كما نقولوا خليط. كاين تعاون. كاين صاحب المشتله رابح المتواجد بهراوه عانني على النباتات. كاين عامل معنا علي مزارع عانني على النعناع. نعم. أوكي. وحتى القلة يعني جميلة عن حقيقة. أعن اللي عاونوني سي بناتي هما اللي دخلوا. الله نوجههم تحية. يسلمك يسلمك. يلا علاش خيرنا هاد الأنواع تاع النباتات؟ إيه خيرنا هاد النباتات هما نباتات نعيطوا لهم لي سيكولونت ولا نعيطوا لهم نباتات العصاريات نقولوا لهم العصاريات. علاه؟ لخاطرش فيهم الميزة تاعهم فيهم الماء. فيهم الماء ويقدروا يعيشوا في وسط فيه لي زناغيد فيه سخانه بزاف داكور. السخانه يتحملوا السخانه ويتحملوا الجفاف. دونك يتحملوا. نقدروا مثلا ما نصبوهمش مده 10 ايام الى 15 يوم ما يصرى لهم والو. عندهم اون ريزيرف دو لداخل. كي تمسيهم هاي ليك مثال نحكموا وحده نسيها تطبطب فيها الماء لداخل. نعم. دايوغ واش كيما نقولوا هاد الميزه باغ اكزومبل عندنا نسمو هاد لا بلونت هي عصاريه نعيطوا لها كالانكوي. كالانكوي هذا الميزه تاعو عنده اي فلوري عنده لا فلوريزون تاعو من الخريف الشتاء حتى اواخر الربيع. جميل. عمليه التكاثر فيه عمليه التكاثر يتكاثر بالاوراق ويتكاثر بالفسيله. نقدروا نعم لازم لهم يعني نفس الظروف لهذه النباتات باش نقدروا نسقوا بيناتهم في نفس الاساس. نعم يكونوا نفس النوع من النباتات. ما نقدروش نديروا نبات لي يسحق الاضاءه التهويه تكون نفسها. نعم لخاطرش ما نقدروش نديروا نوع اخر من النبات لا فامي واحد اخر عائله واحد اخرى. علاه؟ لخاطرش مثال عندنا نبات اخر يستحق الماء هذا ما يستحقش الماء. دونك نقدر نقتل هذا والاخر يعيش. والاخر يعيش. داكوغ سي بوغ سا لازم نديرو من نفس النوع نباتات من نفس النوع. هذه هي عمل التكاثر. نعم. يقدر لو مي اومغ تاني نصف ظلي نقدروا نديروه في الظل يعني ودو بريفيرونس نقدروا نديروه برا كي يكون المناخ مثال في الصيف ولا في الربيع. بصح في كي يكون البرد حاب يقول في ليفير في الشتاء دو بريفيرونس ندخلوه نديروه قدام في الشرفات في الشرفات. نعم استسمحوا كي فقط طاوس بن عميرة المشرفة على البرنامج جاي ترافقني منذ صباح اليوم في السماعة. قلقتها هل نحن هذه نعاودوا ندخلوها نعاودوا نحطوها وي وي حطي لها الداخل معليش هكذا فقط هذه فسيلة هذه فسيلة. نعم يلا معليش في الاسس الكبير نقدروا نديروه لتما. نعم حبيت فقط نسألك وشنو هما الأنواع اللي راهم متواجدين في هذا القلة الجميلة؟ عندنا نفس النوع اللي هو العصاريات اسماوات مختلفة هي من نفس العائلة. هذا وشنو؟ هذه سي دي سيدوم نعيطوا لهم سيدوم. هذه ثاني سيدوم. هذو لي اشفيريا وهذو لي كالانكوي. وشنو نشوف اختلاف؟ هذو سي دي اربوزيف بيقول لا فون تاعو مش كيما هذا. هذه غوتومبونت. شوف نعم. كيفاش تطيح. هذه غوتومبونت بارابور وتطيح وتجي يعني شابة. نعم. بزاف اليس كذلك؟ يلا نعم. شوفي واش نشوفوا هنا؟ نعم. نشوفوا كاين لورانج اي لو جون. لو جون هو اون كولور بريمير حاب يقول لون اساسي اللي هو الاصفر والاورانج لون ثانوي. واش يصرى هنا؟ نقولوا بلي كاين تعاكس في الالوان. كي يكون تعاكس في الالوان يكون حيويه ونشاط. يكون حيويه ونشاط. ميم الاسترخاء وتوصل.